أجن عام سيداني زوجش هين بنت راس بيروت أبا عن جد بالحمرة خلاني والله. وكيف كانت يعني قدي سألكم بهالمحل حج إنعام؟ والله من وقت ما تجوزنا من 66 اسم الله. وهيدا المحل فتحتوه 66 أرتيزانا وضليتوا هون. انتم من زمان مشهورين بيت شهاب بالارتيزانا ابني عنده محلين كبار هون على الزاوية الثانية نزلت الابيسة صح على الزاوية عملت معه مقابلة مرة اذا بتتذكري. حجي انعام يا ريت بتخبرينا شارع الحمرة كيف تتذكريه؟ عادي يعني كان مزدهر كان كثير مزدهر. احنا بالوش اللومبي قاعدين بالحمرة في ابن خيي فتح مثلنا كمان ارتيزانا السيداني حد الوينبي دغري. هذا ابن خيي جودي فتح له. وشارع الحمرة كان قلتي لي ليل نهار نهار ليل. عن جد. كان في امان و ما عمري وتآخي 81 سنة واعية لكل شيء واعية اسم الله العمر كله الله يسلمك. والله كان ايام حلوة. ليش لحتى اول ما تجوزتي انت وزوجك قررتوا تفتحوا ارتيزانا؟ هو يعني كان في هالاوتيل لما اللي تعمر زمان اللي معمر كان يعني لما تجوزنا كانوا عم بيعمروه شاف السياحة قوية فكر انه يعملها اوتيل كومودور يعني اللي هو كان من اهم الفنادق لانه هون كمان بيتهم كان بوش الاوتيل محل هلا العمارة زاوية ده كان ده بيت عمه. فهيدا الاوتيل لما هو الاوتيل الكومودور اللي هو احد اشهر الفنادق ببيروت عظيم وكان في كتير يجي صحفي عليه خلال الحرب. كنا نصيف بالجبل تصير الساعة 12 والعالم يتضفقوا جودي يدشرهم انهم بدنا ننام تعوا على بكره هالقد. والله بقول لك كان يعني شيء رهيب. هلا ما في هلا عندنا ثلاث اربع محلات دوب ناكل ما في سياحة عندنا هون بلبنان. أمه لازم بلاد تبقى تجاه مرت حكيم دبوس هذا حكيم دم بالجامعة يجي كلهم يجوا يعني كلهم يدوا يتبضعوا ويسافروا يروحوا يبيعون برا شي يبيع برا شي ياخد هدايا يعني هلأ فينا نقول أنه قبل الحرب كان أكتر زباينكم هن السياح أجانب وبعدين صاروا طب الحرب كنا نشتغل أكتر من هلا ما في شي هلا وتأثرتوا هلا كثير بالأزمة الاقتصادية أكيد اللي صار لها تقريبا أربع سنين يعني نحن يعني ما عاوزين بس إنه طبعا بتضايق الواحد مشان أولاد أولاده. طب حجي هلا قلتي لي حضرتك وزوجك بلشتوا المحل سنة 1960 وقلتي لي أولادك كمان بيشتغلوا نفس الشيء درسوا بالجامعة الأمريكية عندي حكيم عيون محمد شاب وفي عندنا مهندس ما حب يتوظف فتح محل بالحمرة اسمه خضر وفي عندنا اثنين عملوا بيزنس كمان بالجامعة الأمريكية قاعدين عم بيشتغلوا هون وهون يعني كلهم بالطحف. رينا عن بيروت أيام زمان والله حلو كانت بيروت. لا قلتي لي انت حضرتك مواليد وسكان منطقه الحمراء هل كنتوا تنزلوا على البلد تحت على الاسواق؟ ما كان في ترين من زمان بلا كان كل العالم بدهم ما كان في محلات كانوا ينزلوا اماتنا ويعني وابيتنا على الاسواق يجيبوا كل شيء. ينزلوا لتحت كنتوا تنزلوا بالترام يعني؟ بوع ترين والترام وين كنتوا تاخدوه من قدام الجامعه الامريكيه؟ بلا بشارع بلس بلا وتنزلوا لتحت تتبضعوا كل شيء؟ هاي بيروت ما كان في محلات. المحلات شوي شوي عم تزدان. بس بالاول السوق كانت تحت بالحمراء بالاسواق. حلوه كانت الاسواق حلوه عاملين سوق لحمه سوق التياب سوق السرامه يعني كله منظم سوق الخضره والخضره واللحم والسينمات والمساري نبقى دائما نروح على البولي تحت على السينمات تحضروا افلام مصريه كان اول ما ينزل الفيلم بمصر ينزل ببيروت بلا صحيح افلام كله عبد الحليم وفريقه
يعني أهل بيروت كثير منيح، بيحبوا العالم كلها. حمم البيبة وتاخد 25 يا 20 ألف، 20 ليرة. طيب كمان شو هلا نحن ما بنحبه يعني. كنا عن شارع الحمراء، نرجع نسألك عن شارع الحمراء مرة تانية، شو بتتذكري محلات مشهورة فيه؟ بتتذكري شاورما شتيلة مثلا؟ بتتذكري محل الخياط، مطعم الخياط؟ ومروش، مروش عشان يكون عند مروش، يعني نطلب أكل من عند مروش. شو كان أشهر شيء عند مروش؟ الفروج والبوظة وساندويش الدجاج مع التوم. ما هيك؟ احنا عنا يعني عائلة نبقى نجيب فروجين. حلو. راحت هذيك الايام. اي راحت. زوجي كان يعطيها 25، كانت تاخذ 20. كان مع كل ولد ولا خلص بس اول ولد وبعدين؟ لا لا، حلو كل ولد يعني يعطيها وهي تساعد على كل ولد يعني. زمان كانت بأعياد المسيحيين وأعياد المسلمين، كيف كنتوا تقضون؟ عادة يعني نبقى مثل الأخوة، نحب بعض. نحن بالحمرة كان كل جيراننا أرمن ومسيحيين. يعني بعمرنا ما تضيقنا من بعض. بالبيت بيجوا على البيت يعني ولدوا. وانا بيحكوا لي كمان، ما بعرف اذا هالشيء انت سمعتيه، بيحكوا لي انه اول ما اشترى بليس، اول ما اشتروا الامريكان الارض هونيك، مش بس كانت بساتين، كانوا يبعثوا ناس يدقوا على كل باب براس بيروت يقولوا ابعثوا اولادكم ليتعلموا. مزبوط هالشيء هون بهالمنطقه؟ انت ما يمكن يكون قبل، ما بعرف، يمكن ما صار له اكثر من 100. فكان يقول لهم، يشجعهم يقول لهم تعالوا لعنا، خلوا بعثوا الاولاد يتعلموا، هيك وهيك شوي شوي صاروا الاولاد. سمعت انه لما بدهم يعملوا الجامعه الامريكانيه صاروا يسالوا عن العيال وعن اخلاقهم. هيك سمعت. والله حلو. الزنازيق على الحرس، وهون يعني بالبيوت يعملوا زنازيق كبار بالفساتين. هلا انا بيروت ما لها زمان يعني عمرانه، الا شو 40 50 سنه ما اكثر. كانوا كلهم يبيعوا حليب، جدي كان يبيع حليب ويربي بقر. ما لها زمان يعني بيروت منتضه. يعني 50 60 سنه هذا المشي. صح. ويعني هيدي الشوارع كلها ما كانت موجوده بوقتها؟ لا. كانت اكثر زي الارض كان عم يزرعها، يعني كانت تابعه للبيت تبعه. بعدين اشتروا دولة عملوا طريق وعطوا مصاري. عملوا طريق اسمه هذا الشارع بعلبك، بعدين سموه الكومودور. صحيح. يعني هذا ما كان طريق موجود من 50 سنة. لا، ما كله كان يعني ما في إلا شارع الحمراء كان مدفت وواسع. الباقي كلهم يعني ممر قد السيارة. طب تتذكري كان في حناطير يمرقوا على الحناطير ولا ما كان وقتها خلص؟ بلا. يعني تنبر ما هيك؟ أبي كان يشتغل بالطنبر وجدة ويربوا بقى ويبيعوا. لما الفرنسية اجوا لهون ورجعوا سافروا عبلادهم، أبي اشترى كاميون شحن وبلش يشتري. صار عنده 40 قطعة بين تركتير وحفارات وكسارات. يعني قال انه في كان عمار كتير بس ما يبقى فيه إلا على الطنبر. كانت هي وسيلة النقل الأساسية. صحيح. فضل ما عاد في حدا. على لحظة الله نزلنا. نمت بخديجة الكبرى. بالمقاصد. أولادها علمتهم عن بيت الرباز، عن مدرسة الاستقلال. بعدين طلعوا للجامعة الأمريكانية. كلهم تعلموا هنيك. ومدرسة خديجة الكبرى وين كانت؟ على عايشة بكار. على عايشة بكار. هي اللي بوج. نحن بس تعلمنا للسيرتيفيكار. اهلاتنا ما يعني يخطبونا صغار. معظم النساء، انا والدتي هيك كمان تركت المدرسه صغيره. كانوا البنات ما كثير يتعلموا، هلا تغير الوضع. معلوم. هلا انا ابني عنده بنتين عم بيعملوا دكتوراه، وحده سنين قريب تخلص ووحده عيون. والثانيه هلا بتتقلي بكره بتعمل حكيمة جلد. كلهم عم يتعلموا. خلص تغير العالم. طبعا. طبعا صار تعليم المرأة أساسي واستقلال المرأة أساسي.
كل شيء صار يعني مغير. حجي خبرينا لما كنت مثلا على عيد الفطر وعيد الاضحى قلتي لي كنتوا تروحوا على حرش بيروت، كان في هونيك يعملوا مراجيح و... نحن ما نروح لانه يعملونا جيران زنزوقة وندفع يعني ربع ليرة على الزنزوقة. ايه بس فيهم يبقوا يروحوا على الحرش. اها، وكيف كانوا يروحوا على الحرش، بالسيارة او على الحنطور او لا؟ يعني صار في تاكسيات بال... يعني طلع يعني طلعوا التاكسيات. فصرتوا تروحوا بالتاكسي، كنتوا تروحوا بالتاكسي. ايه بس احنا اكثر صار نروح بالترين على الاسواق. والسرفيس كان ياخذ ربع ليره يا 15 قرش. ايام الليره هاي. ايام الفرنك و10 قروش. احنا كانت بتعدل اكثر من الدولار. الله لا يوفقنا الحراميه. ال 100 ليره الزرقاء كانت مشهوره. اوه كنت ابغى تشتري لك بنايه. صح. كله تغير، الله لا يوفقهم يلي عملوا هيك. يعني قلتي لي حضرتك كنت ساكنين حد بشارع الحمراء، حد الومبي. خلقانين هنيك. وكانت مدرستك خديجة الكبرى وما كان في بعيش بكار. ما في إلا كان توت وطين و... ويقعدوا برا ويسهروا وكل شيء يعني. يعني ما كان في هالبنايات العالية بالمنطقة؟ لا، يعني هدول البنايات العاليين كلهم عمرهم 60-70 أكتر. لا. وكيف كنت تروحي على المدرسة على خديجة الكبرى؟ ماشي، أبقى 5 دقايق أوتون. ماشي. إيه. يعني بتطلعي دغري من حد أوتيل لبريستو ما بعرف. أيوة صحيح. دغري وصلتي على المدرسة. دقيقتين ونص، 5 دقايق. وترجعوا ماشي كمان. بلى. من جيلك حجي صار طبيب او يعني هل كان في ناس تروح تتعلم بالجامعه الامريكيه ولا كان لا؟ قوامي جوز البنت 15 لازم تكون مجوزه. 16 بكون عندها بيت واولاد. ورجال يتعلموا اكثر كانوا. يبقوا يعلموا الصبيان والبنت لا. بس هلا صار البنت مثل الصبي. هلا احسن اكيد. معلوم هلا يعني هلا عم بيعملوا كل شيء البنات، اقوى صاروا من الرجال. عم بيشتغلوا، عم بيتعلموا. كيف الصباح يا حجي اليوم؟ الحمد لله. شهر تموز شوب كثير.